الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني لا شك أنكم سمعتم بيوم أو بعيد يسمى عيد الحب، وطبعا هذا له جذور في يعني المملكة الرومانية، وله أساطير معروفة، والقديس فالنتاين نسجت حوله كثير من الأساطير بأنه كان راهبا وكان يزوج يعني في السر، ثم بعد ذلك لما عثر عليه وأخذ وقتل في 14 من فبراير، يعني 14 في شهر جوج، وهو اليوم الذي يحتفل به الناس ويسمونه يوم الحب أو عيد الحب. طبعا انتقل هذا إلى معتقد النصارى، ودارت هناك معارك لا قبل لنا بها الآن. الذي يهمنا هو أن المسلمين الذين لهم اعتقاد راسخ ولهم تميز عن بقية الملل والأديان المحرفة، لا بد أن ينشغلوا بديانتهم وأن تكون لهم خصوصية، وأن لا ينساقوا وراء كل جديد من أهل الغرب. طبعا الأمر الآن لم يعد عقديا، ما بقاش عندك الصفة العقدية، وإن كانت لا زالت عند الكافرين الكفار الآن، يعني يرسمون يعني ذلك الطفل الذي له جناحان ويطير وله قوس وسهم ويرمي الناس فيحب بعضهم بعضا. وطبعا الحب إنما يشير إلى الحب المحرم، وفي الحقيقة هذه يعني خلافاتنا مع غيرنا من غير المتدينين العلمانيين والملحدين والنصارى وغيرهم الذين يبغونها عوجا، يتهمون المسلمين بأن لهم جفافا عاطفيا، كيقول لك ودي انتم ما كتعرفوش الحب. طبعا الحب مسألة وجدانية، وهو رزق يرزقه العباد على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف عقائدهم وأعراقهم وأجناسهم، هذا أمر وجداني يهجم على الإنسان ويحس به الإنسان في وجدانه. لكن شريعة الإسلام يعني كل شيء جعلت له ضوابط وجعلت له ترشيدا لكي لا يكون هذا الحب منفلتا. فنحن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب آباءنا وأمهاتنا، ونحب إخواننا، ونحب أبناءنا، ونحب أزواجنا. هذا هو الحب المشروع الذي أذنت فيه الشريعة. لكن الحب الذي ينادي به هؤلاء هو الحب المحرم لا غير، ولذلك تجدهم يتفانون في الترويج لذلك عبر جميع الصحف وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ويربحون في ذلك الأموال الطائلة. الآن يعني الآن كل شيء حمر، يعني الآن القلوب يعني تتطاير وتتناثر هنا وهناك، يعني بطاقات التهاني ويعني اللعب حتى يعني بين العشاق، يعني هذيك الدمى على شكل الدبابة وغيرها يعني تهدى في هذه الأيام، والمصانع يعني شغالة يعني تصنع وتقذف إلى هؤلاء السذج. وهذا يشجع يعني خصوصا المراهقين من الطلبة وفي الإعداديات وفي الجامعات على هذا الحب المحرم وعلى اكتشافه وعلى التطبيع معه. بل قبل يعني أسبوع تقريبا يعني رأينا بعض يعني المصانع للبسكوي يعني قد طبعت على أغلفتها واختارت يعني نوعا له لون أحمر، وهي تستقبل هذه الذكرى، يعني بغات هي باش تربح. وهذا في الحقيقة يعني حاول لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية اقتصادية، فقد وقعوا في نقيض مقصودهم، وقامت عليهم بحمد الله البقية الباقية في هذه الأمة التي لها غيرة على يعني الأعراض وغيرة على القيم وعلى المبادئ التي تأخذ من شريعة الإسلام، فردت على هذه الأمور، وبل بعض الناس دعا إلى مقاطعة هذا المنتج. وهذا في الحقيقة أمر مشروع، لأن هؤلاء يريدون أن يعبثوا بأخلاق المسلمين، يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا،
لذلك الله يجزيكم بخير. هذا العيد ما عندنا علاقة به، وإنما الحب نحب في كل يوم بل في كل ساعة، نحن نحب، الحب لا ينقطع ولا يعني يتوقف. يعني ما معنى أن يحب الرجل المرأة في يوم من أيام السنة ثم بعد ذلك لا يعبر عن حبه؟ احنا كنعبروا عن الحب ديالنا يوميا، نعبر عن حبنا، يعني سواء كان هذا الحب لآبائنا بالبر، لأبنائنا بالرحمة، لنبينا صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع، لربنا سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء يعني التضرع. هذه كلها أنواع المحبة وتختلف حسب اختلاف اتجاهاتها. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه على الحقيقة. طبعا تعلمون أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها، بل لما سئل سؤالا عاما غير مفصل من أحب الناس إليك، بادر فقال عائشة. يعني الصحابة ما سألوش واش رجل ولا امرأة، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. يعني هو يصرح ولا يخجل من ذلك، يعني هو كيحب عائشة، ها هو الحب الشرعي، رجل يحب امرأته ويصرح بذلك. فنحن لا نتحرج من إبداء محبتنا لأزواجنا، ولكن هذا الشيء اللي بغاو هذا المجرمون والفساق والفجرة يريدون أن يشيعوا الحب، يعني المحرم، الحب المحرم. لذلك تجد ذلك في الأغاني، تجد في المسلسلات، تجد في المنشورات، لا يتكلمون إلا عن حب واحد وهو حب في الحرام والعلاقات الرضائية والشذوذ ويعني زين المحارم وكذا. هذا هو الحب، هذا ليس حبا. الحب الذي يؤدي إلى الفاحشة، الحب الذي يؤدي إلى دمار البيوت، إلى اختلاط الأنساب، هذا ليس حبا، لأن عواقبه قبيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما حبنا نحن المسلمين فهو حب طاهر، حب مقدس، حب نقي، قائم على مواثيق غليظة. فنحن نشاطر أزواجنا المحبة الحقيقية ونتكلم بكلمات، ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا يعني ينبغي أن يكون ذلك يعني تغيبه الأسوار. وكما قال بعض العلماء، لو رآه يعني من رآه لظن أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فوالله إننا لا نحب حبا لو رآنا يعني غيرنا لظن أننا لا نؤمن بالله واليوم الآخر. مش قضية الجفاف العاطفي، لا، نحن ننضبط بضوابط الشرع. أما هذه المحبة يعني ما أسهلها أن يحب الرجل المرأة وأن يغازلها وأن يعني يزيف يعني الكلمات وأن ينمقها وأن يستدعي يعني غزل فلان وفلان ويكذب على المرأة، هذا أمر معروف. وكم من الأعراض ضاعت بسبب هذا الحب المزيف. شحال من واحد يعني أراد أن يجرب، شحال من فتاة يعني وقعت في شراك هؤلاء الذئاب بسبب هذه الأعياد الباطلة المحرمة. لكن لو أننا ربينا هذا الجيل على العفة وعلى الغيرة وعلى الاستقامة، ويعني فتحوا أعينهم على المحبة الحقيقية، فإنها تسعد الأسر وتسعد البيوت وتقوم وتشتد وتكون على بناء متين. وهؤلاء الذين يبنون هذه العلاقات المحرمة يعني يغيرون العشيقات كما نغير نحن جواربنا، يعني كيمشي مع هذه واحد المدة وكذا وكذا، ويعبر لها بكلمات يستقيها من هنا وهناك، فتصدق المسكينة ذلك الكلام، ثم إذا قضى وطره منها يعني رماها وانتقل إلى غيرها. والمغفلات كثير، فإحنا بغينا من هذه البنيات وبغينا من هذه الشابات يعني يديروا عقلهم ويفكروا في الحب الحقيقي الذي به يجدنا السعادة ويجدنا يعني الطمأنينة ويجدنا الرحمة. رأى الحب الحقيقي الذي أراده الإسلام يعني حب لا شيء فيه، ما فيه شيء عيب، ما فيه شيء نقص، وإنما هو حب نقي طاهر يعني يزاوله الإنسان، وربه راض عنه ومجتمعه راض عنه وأسرته راضية عنه. لكن هذا الحب المحرم اللي كيكون في الظلام وفي الدهاليز ويعني في الخفاء، هذا حب يعني مبني على التوجس ومبني على الخوف، فأنى له أن يستقر وأنى له أن يشعر أصحابه بشيء من الطمأنينة.
فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا، وأن يحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا، وأن يحفظ علينا قيمنا، وأن يكبت عدونا، وأن يردهم خاسرين. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.